انا كنسكن هنا بمنطقه ساكنه هاد المنطقه ساكنه حي كاستور. الناس هاد الناس الجيران ديالي حي حمار الطواكي. هاد السيد هذا كيبيع متلاشيات ومستغل الملك العمومي، كان مستغل واحد الجرده هنايا وناض الساكنه ديال الشباب ديال الحي حي حمار الطواكي، ناضوا من القتل اللي نقاو هاد الجرده هادي. اذا به اتهم واحد الشاب بانه سرق لي واحد 1.5 مليون سلعه، والان راه الدري الان راه معتقل. وناض الساكنه ملي هضروا معاه قال لي غتحيد لنا هاد المتلاشيات من هنا، قال لهم فوتوا جهدكم، سيروا فوتوا القيد، فوتوا العماله، فوتوا الرباط. دابا لحد الساعه الساكنه ديال هنا ملي تصب القائد ما بغاش يحضر، اول ما حضر هما الناس ديال الامن ديال دائره عين السبعه. تحيه لهم واحترام لهاد الناس ديال الامن، الامن الوطني، هما اول وحدين اللي دخلوا وهما اول وحدين اللي زقوا الامر. كانت تكون غتكون واحد فوضى كارثيه لولا تدخل هاد الناس ديال الامن. تحيه لهم من هذا المنبر. وحنا راه ضد هاد الفوضى العارمه اللي كتسبب فيها هاد السيد هذا، وحنا راه مع هاد الساكنه، لا حمار الطواكي ولا حي كاستور ولا هاد اقامه المنبع. راه كتشوفوا هاد كيفاش حتى المتاجر هنا كلهم تم الاغلاق ديالهم بسبب تلوث اللي مسبوا لهم هاد السيد هذا. وكنطلب من الجهات المسؤوله، السيد العامل ولا السيد ديال الشافلا دياجي، يعطي الاوامر ديالو لهاد السيد قائد. السيد قائد راه امام اعين ديالو كيشاهد هاد الشيء، ولو تدخل ما تتحيك ساكن ما كاين. دي خد خالد برير اللي متهم بهاد الزباله لانه حولها من هنايا لهنا. اتهموا هاد السيد بانه شاف لي 1.2 مليون ديال السلعه وضرب ليه مرته ظلما وهباء، وحاضر القايد وحاضر المقدم فاش حولوا الزباله من هنا لهنا. انا كنطالب القاضي التحقيق ولا وكيل الملك يعاودوا النظر ويعاودوا التحقيق في هذه القضيه، لان خويا راه مظلوم.